وافق مجلس الشيوخ على المادة الأولى من أحكام قانون التأمينات الموحد، ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، ينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون الرقابة والإشراف على التأمين. واصل مجلس الشيوخ جلساته العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة عامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة. نواب الشيوخ أبدوا آراءهم حول عدد من مواد القانون والذي يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني. التعديل المقترح تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ومهن وأنشطة ذات صلة بنشاط التأمين إلى آخر المادة. وسبب في التعديل تقسيم المادة إلى فقرتين يهدف إلى ضبط الصياغة وتوضيح هدف وفلسفة المادة لتكون فقرتين: الأولى تنظم نطاق تطبيق القانون، والفقرة الثانية تنظم نطاق اختصاص الهيئة. أنا طالب في المادة دي يا فندم أن يعاد للنص الحكومة قدمته، لأن النص منضبط ومتماشي مع جميع المواد الأخرى. يعني تتخذ جميع الشركات بدل كلمة الخاضعة بأحكام المخاطبة بأحكام يا فندم، لأن كلمة المخاطبة أو مصطلح المخاطبة بأحكام وارد في عدد من المواد الأخرى عشان يبقى فيه انضباط في المواد نفسها. مناقشات نواب مجلس الشيوخ امتدت لتفاصيل عدة بالقانون والذي يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، ما استوجب ردا من هيئة الرقابة المالية أيضا. الحقيقة المادة الرابعة تتكلم على الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون أو الخاضعة تمشي معها، المادة الخامسة على جميع المخاطبين. احنا لما نمشي في بقية مواد القانون لا يخاطب شركات، القانون يخاطب شركات وجهات وافراد، يعني عندنا الخبراء الاكتواريين الاستشاريين، فهذه المادة لا تخاطب فقط شركات ولكن شركات وجهات وافراد كما ورد في القانون، وبالتالي النص كما ورد من الحكومة بيخاطب جميع الفئات وليس فقط الشركات. وفي ختام الجلسة تم غلق باب المناقشة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، على أن تستكمل النقاشات في جلسات قادمة.